نحن اليوم في شارع حبيب بورقيبة فرحتنا ب 17 ديسمبر ما كانتش معناها كما كنا نتصورها. الفرحة اغتالوها في تونس، اغتالتها أشباه الأحزاب، واغتالوها أشباه النخب، واغتالتها أشباه أقوى منظمة في البلاد والناس كل تعرف. 17 ديسمبر كنا اليوم معنا 13 سنة من المفروض راه السكر متوفر والحليب متوفر والمواد الأساسية متوفرة. اليوم المواطن التونسي نسى 17 ديسمبر، هم غلاء الأسعار، هم أولادنا في أحضان المخدرات، المنظومة الصحية انهارت. 17 ديسمبر فرحة وما تمتش. كنا ننتظروا أنها مش 13 سنة، حتى أقل من 13 سنة البلاد تتحط على السكة، لكن الشعب هذا ليه ربي. نحن اللي اتضح وبين بالكاشف أنه الموجود على الساعة هو الشعب ورئيس الدولة فقط، أبقى أحزاب ومنظمات بين اتضح أنها عصابات ولوبيات معناها عايشة على الانتهازية والتماش على حساب الشعب التونسي. دونك 17 ديسمبر ماهيش فرحة. اليوم راك تشوف حتى الشارع فارغ تقريبا. اليوم الناس تلوج على السكر وتلوج على السميد وتلوج على الحليب وتلوج على التاي اسكو نحن عملنا ثورة باش نوصلوا للحالة هذايا؟ عملنا ثورة في بالنا باش نظفوا، لكن ركبوا عليها هالعصابات وهالمنظمات وهالأحزاب وهالمافيات وهاللوبيات. الرئيس بدا ينظف، لكن الرئيس شيء طيار قوي عليه، يلزم زادة تولى الشعب يقف باش معناها تكون عندنا 17 ديسمبر 14 جانفي كما نحبوا كما نتمنوا. شوف مستقبل تونس برجاله وبشعبه، نحن ما نصورش كان باش نتمرمدوا اكثر من اللي تمرمدنا. المستقبل باش يكون مخير هو ما يكون، لكن على حساب معناها طاقتنا وعلى حساب قوتنا وعلى حساب اطفالنا اللي قاعدين يموتوا في البحورات، وعلى حساب معناها ابنائنا اللي مطيشين في احضان المخدرات، وعلى معناها كل شيء فزدوه، كل شيء. المؤسسات التربويه تلامذه عايشه على المخدرات، المستشفيات ما ثماش مستشفيات، منظومه صحيه انهارت. تلقحنا، تعايشنا مع الظلم ومع القهر ومع الفساد. راك تشوف كيفاش شهايد مدلسه، كل اداره فيها عائله تخدم عائلات. دونك كما كانوا على العهد، خبيزه قط وقسمه. أنا الحل، أنا مش نعطيك حل، ممكن تضحك عليا كمواطن تونسي عايش التمرميد واحد. نتمنى عسكرة البلاد، نتمنى رئيس الدولة يسلمها للجيش، خلينا نعيشوا بالعصا. الشعب توحش العصا مع الأسف الشديد، ما نمشوا كان بالعصا وبالظلة. هاو ديمقراطيات ومساواة وحرية وكذب واحد ما يمشيش معنا مع الأسف الشديد. أنا قلت لك أنا البلاد تو نحن في النقطة صفر، رجعنا للنقطة صفر. إن شاء الله بمكافحة الفساد اللي يقاوم فيه رئيس الدولة نرجعوا نخدموا، إن شاء الله بانتهاء معناها الآلية معناها العرس نتاع الانتخابات البلدية والمجالس المحلية واحد ننطلقوا، لكن ننطلقوا يلزم كل واحد من موقعه، يلزم الناس تخدم، ما يلزمش الناس تتواكل، يزينا مكلوغة مسمار، خدمة مسمار في حيط، وبونوات الماكلة، ويسانس الحاكم، وديار الحاكم، وكان ولادهم يخدموا، وجماعة الستاك يضربوا في الضوء بلاش، وجماعة الصوناد يضربوا في الضوء بلاش، وجماعة لاسانتي ولادهم يركبوا بلاش. دونك هذا كله يلزموا يصلح باش الماكينة ترجع تخدم. صح.